ازيكم عاملين ايه؟ الجو حر، درجة الحرارة 30 زي ما انتوا شايفين العرق، بس السيف بقى، وده السيف هنا، يعني السيف هنا حر والشتا هنا تلج. المهم في ناس كتير بعتتلي وسألتني، قالتلي انت بتشتغل ايه في جورجيا؟ ان شاء الله هجاوب على السؤال ده النهاردة، خليكم معايا بعد الانترو ده. انا بشتغل في مجال السياحه، عندي شركه سياحه بداتها من 2014، برضو شغال في موضوع التسويق العقاري هنا في جورجيا. ايه اللي خلاني افتح سياحه هنا؟ لان جورجيا فيها مدن سياحيه كتير واماكن جميله وبلد مهيئه جدا للجذب السياحي. زي ما قلت لكم الشركه بدات من 2014، وانا جيت جورجيا هنا شهر ديسمبر 2012 وبدات الشركه بتاعتي في اول 2014. قبل كده كنت شغال في مجالات هتعرفوها بعد كده. اسم الشركة Your Guide in Georgia، او دليلك السياحي في جورجيا، هيطلع لكم لينك الانستجرام. خلال الفترة ما بين 2012 و 2014 انا اساسا بقالي حوالي 13 سنة بشتغل في مجال الفوركس وتداول العملات، ودي ليها دراسة وقصة كبيرة ما ينفعش ان انت تدخل فيها غير لما تبقى ملم ومتعلم بالموضوع ده، ودراسة كافية من 3 الى 5 سنين عشان تبدأ في مجال العملات والتحليل والاقتصاد والكلام ده كله. فانا اساسا من مصر بشتغل في موضوع الفوركس ده. من اكتر المشاريع الناجحه اللي ممكن تتعمل في جورجيا هنا، وناس كتير عامله المشروع ده، شركات السياحه، شركات العقارات. جورجيا بتشجع المستثمرين الجدد جدا، وكمان مشروع المطاعم هنا مشروع ناجح جدا، وهم تعداد البلد هنا مش كتير، هم 4 مليون مواطن جورجي. فمجال السياحه هنا في جورجيا مجال حلو جدا، لان البلد جميله فيها مدن سياحية كتير جدا. انت لو قلبت عندي في القناة او في البلاي ليست هتلاقي فيديوهات كتير عن جورجيا والمدن السياحية في جورجيا وحاجات جميلة جدا. انا حاولت ابعد القناة ومحتواها عن شغلي، بس كنت بتسأل سؤال كتير، انت بتشتغل ايه؟ انت بتعمل ايه في جورجيا؟ انت بتشتغل ايه؟ انا عملت القناة بقالي سنة ونص، بعد سنة ونص جاوبت على السؤال ده. ما كنتش حابب ان انا اتكلم اربط الاتنين ببعض، بس انتوا كنتوا بتفرضوا عليا السؤال ده عشان كده جاوبت عليه النهاردة. في ناس بقى بعتت لي اسئله عايزه تعرف تسافر ازاي وتطلع اقامه ازاي وايه الاستثمار اللي ممكن يعملوه. انا بصراحه عشان اكون صريح معاكم مش هقدر اجاوب على الاسئله دي دلوقتي، عشان العالم قبل كورونا غير العالم بعد كورونا. لسه ما نعرفش القوانين الجديده ايه اللي هتنزلها جورجيا. طبعا كل الحاجات دي هتتعرف مع الوقت لما الطيران يفتح. الطيران هيفتح هنا من اول 1/7. الحمد لله جورجيا تعتبر من الدول الامنة. منظمة الصحة العالمية اعلنت ان جورجيا وجهة او دولة خضراء خالية من الكورونا. فهجاوب على الاسئلة دي كلها بس لما الطيران يفتح، ولما نشوف القوانين الجديدة اللي هتحطها الحكومة الجورجية ايه، عشان اكون صريح معاكم مش هضحك عليكم وانزل لكم اي معلومات من دلوقتي، عشان زي ما قلنا العالم قبل كورونا غير العالم بعد كورونا. الدنيا هتختلف 360 درجة. طبعا ده قطر معمول في الشارع هنا، اللي عايز يجي يقعد، اللي عايز يجي يتصور، ده مش قطر حقيقي على فكرة يعني. بس فاللي عايز اقوله لكم ان احنا شغل السياحة هيرجع يشتغل تاني من يوم 1/7، فبعديها اقول لكم على القرارات الجديدة. طبعا احنا عارفين كلنا مجال السياحة اكتر حاجة بتتأثر، واول حاجة بتقف واخر حاجة بتشتغل. انا دلوقتي قاعد اتابع شغل الفوركس بتاعي، شغل التداول، الحاجات دي كلها. طبعا كل حاجة متأثرة، يعني حتى الفوركس وكل الأعمال على مستوى العالم متأثرة. احنا دلوقتي نعتبر نفسنا فترة ريلاكس، فترة ان احنا نفكر بقى، نشوف هندخل على ايه، هنعمل ايه. والواحد قاعد في الفترة دي طبعا بيخطط لمشاريع جديدة وافكار تانية، وان شاء الله هتعرفوها قريب وهنفيد كل واحد بيها، وهتبقوا انتم من اول الناس اللي هتعرفوا احنا ناويين، او انا والناس اللي معايا ناوية تعمل ايه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك، وهيظهر لك الانستجرام بتاعي. لو عندك اي سؤال ممكن تكتبهولي في كومنت او تبعتهولي على الانستجرام، وبنزل صور وحاجات حلوة على الانستجرام. هقول لكم سلام دلوقتي وهسيبكم مع شطات الدرون اللي صورتها النهاردة. سلام.